وصباح الخير على حضراتكم. وسؤال حلقتنا النهارده، كنتوا بتشغلوا وقتكم في ايه وانتوا صغيرين قبل الفطار بساعه؟ وهي دايما قبل الفطار بساعه دي بتبقى طويله شويه، ما حتى واحنا كبار ما بتعديش، مش طويله هي الساعه اللي قبل الفطار دي ما بتعديش. بس واحنا صغيرين طبعا ما كانش في اراده بقى، يعني عارفه لسه برضو 8 سنين 9 سنين بادئين نصوم، فما كانش في الاراده دلوقتي، لان يعني دلوقتي خلاص بقى، يعني الواحد ممكن اخر ساعه دي يقعد يدعي يشوف اي برامج دينيه. هي الساعه الاخيره بتاعت قبل الفطار دي بتاعت يساعد كده في المطبخ مثلا، يحضر مثلا المطبخ مثلا، يدي ايد كده في المطبخ عشان لو في حد محتاج مساعده ولا حاجه. انما واحنا صغيرين بقى كنت بقعد اعدها بالدقيقه، الساعه 5 5 ودقيقه. زمان كان بيبدا الساعه 5، كان بيبدا الساعه 5، الساعه 4 4 ودقيقه، 4 ودقيقتين، 4 و3 دقايق، افضل ماشي وراهم دقيقه دقيقه، ما كانتش بتعدي غير بكده، وافضل اسال عشان ما اعرفش في الساعه كويس فاضل قد ايه، دقيقه واحده بس اللي فاتت، ده انا بقالي كتير قوي الوقت ما بيعديش. لا الحقيقه انا وانا صغيره ما كنتش ببقى تعبانه خالص وانا صايمه، وكنت ببقى برغي كتير، فببقى ماشيه الناس صايمه بقى انا مش قادره اقتنع ان هم تعبانين ليه، بتسليهم. فبتكلم كتير وده اللي كان بيضيع الوقت. او الصراحه كان عندي حاجه تانية ان هو ادخل اخد شاور قبل الفطار، فالمايه بتاعه الشاور يعني فاهم تشربي تدخل في بقك تشربي وتصغيره ماشي، فيعني كان بيضيع الوقت قبل الفطار. عايزين نعرف من حضراتكم ازاي كنتوا بتشغلوا نفسكم اخر ساعه قبل الفطار وانتوا صغيرين او حتى وانتوا كبار، يعني ده سؤالنا موجود على صفحاتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام، هنكون منتظرين اجابات حضراتكم على مدار الحلقه هنستعرضها معاكم. صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير يا مصر.